هذه الحكومة القادمة ستكون في أولى أولوياتها الاهتمام بمعاناة المواطنين وتطلعاتهم إلى الحياة الحرة الكريمة والخدمات المطلوبة. لقد حققنا في الفترة الماضية إنجازا كبيرا، ألا وهو دحر الإرهاب، وقدم أهلنا من البصرة كما قدم أهلنا في المحافظات الأخرى الغالي والنفيس من أجل دحر الإرهاب والانتصار على الإرهاب، لكن الآن هم يستحقون حياة أفضل ويستحقون خدمات أفضل إن شاء الله معا. ومن هذا الموقع نتعاون لما فيه خير بلدنا وخير مواطنينا. وأيضا التأكيد على القادة السياسيين في البصرة على أن يكونوا معا. هذه المشاكل لا تحل بالسجالات والتجاذبات. تمتين وحدة الصفد أو التركيز على الهدوء والتركيز على الانتصار إلى ما هو مطلوب، ألا وهو تمتع البصرة بخيراتها والحصول البصرة على حقوقها وكذلك المحافظات الأخرى، وإن شاء الله معنا نتمكن من هذه المهمة الوطنية.